انا هايدي من مصر وكين في ايطاليا، انا زوجة وام وعندي 3 اولاد. اتعرفت على كلية بيت لحم للكتاب المقدس عن طريق بحثي في الانترنت عن وسيلة اقدر ادرس بيها الكتاب المقدس باللغة العربية وعن طريق الانترنت، ودي كانت تجربة جديدة جدا بالنسبة لي. التحقت في الكلية ببرنامج دبلوم دراسات الكتاب المقدس عبر الانترنت. دراسة الكتاب المقدس في الكلية بتساعدني وتشجعني اني ادرس الكتاب بعمق وفهم المحتوى كلمة الله وطرق تفسيرها، وكمان وجدت ان الدراسة بتعزز المستوى الروحي للطلاب او النضج الروحي للطلاب. الدراسة ادت ليومي طعم ومعنى جديد، بقيت بذاكر من جديد مع الولاد وهم اللي بيشجعوني في الاوقات اللي انا بحس فيها اني مش قادرة اكمل. احب اشارك كمان بنقطة مهمة انا افتكرتها. كنت بقرر مثلا اني هكون اقرا كتاب كل شهر على الاقل يعني، ويعدي شهر ورا شهر وما اكونش يعني ما اكونش لسه قدرت احقق ده. فالالتزام في الكلية ساعدني اني اكون بنظم وقتي اكتر واني بكون بحقق في الوقت المتاح ليا انجازات اكتر. الدراسة غيرت وبدلت مفاهيم كانت عندي قديمة، لان احنا بندرس اصل الامور او اصل العقيدة، فده في امور انا في حياتي اختلفت وتغيرت بسبب الدراسة. اؤمن ان دراستي في الكلية هتكون تعمل فرق في حياتي العملية والروحية، وهتلمع فيا اكتر صورة يسوع اللي انا بحب ان دايما اني اكون بدور اني اكون شبهه. بشجع كل حد بيسمعني انه يشترك وينضم للبرنامج في الكلية ويتعلم، لانه لسه عندك فرصة. انا قعدت وقت طويل من غير ما اخد الخطوة دي، لكن حقيقي انا مستمتعة بيها جدا. انا هايدي، انا طالبة في كلية بيت لحم للكتاب المقدس. انا نور في العالم.